تقريركم أمام مجلس حقوق الإنسان حول جمعة الكرامة على ما أظن؟ السلام عليكم. بصورة عامة الحقيقة حول الانتهاكات، الحكومة اليمنية قدمت تقريرها للجنة المعنية بالنظر في الاتفاقية الدولية حول الحقوق البدنية والسياسية، قدمته في نيويورك بتاريخ 15 وتاريخ 14 مارس، وفي تاريخ 21 مارس أيضا كان هناك وفد فني من وزارة حقوق الإنسان ومن وزارة الخارجية، وطبعا برئاسة السفير اليمن في جنيف، تقريبا هو في نفس الإطار في ملاحظات اللجنة الدولية، ملاحظة مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية حول انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت بالذات في الفترة الأخيرة في خلال 2011. هذه حقائق لا يستطيع أحد أن ينكرها ويدحضها. نحن في وزارة حقوق الإنسان بالرغم من أننا يعني جهاز حكومي أو وزارة حكومية، ولكن كان هذا التقرير تقريرا شفافا، تقريرا موضوعيا، تقريرا حياديا. تقولين الحقائق كما هي على الأرض. طيب. ولكن للأسف الشديد أنا أستغرب كيف تأتي يعني من يدعون أنهم يمثلون المجتمع المدني ليطعنوا في هذا التقرير. عن من تتحدثين؟ وشخصين هم واحدة تمثل على أساس اتحاد نساء اليمن وشخص السيدة رمزي الإرياني والدكتور عادل شجاع. فاليوم في موقع إلكتروني تناقل مثل هذا الخبر وطرحوا إلى أنه وزارة حقوق الإنسان تتهم وكأنها تتهم الرئيس الحالي وتتهم الرئيس الحكومة الحالي في هذه الانتهاكات. نحن لا نتهم هي كانت حول الأحداث التي حصلت في 2011، لكن حتى لو في الآن انتهاكات يعني موجودة وتحصل الانتهاكات، لا نقول إلى أنه نحن مجتمع مثالي والانتهاكات، نحن سنسمي الأمور بمسمياتها منهم وراء هذه الانتهاكات تحديدا. سيدة مشهور لم أفهم منك تحديدا، تقولين أن السيدة رندا الإرياني والسيد عادل شجاع رمزية رئيس اتحاد نساء اليمن منذ أكثر من 8 سنوات ولم يحصل انتخابات في اتحاد نساء اليمن، وهذا العام جددت فيها أيضا لمدة 4 سنوات، فأي مجتمع طيب. هل ذهب إلى مجلس حقوق هل توجه هذين الشخصين إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف وطعنا في تقريركم؟ حقيقة موقع هو الذي نشر هذا الخبر، ومما سمعناه الحقيقه من الوفد الذي ذهب الى من وزاره حقوق الانسان، طرحوا الى انهم تبنوا وجهه نظر احاديه، وجهه نظر لم يتبنوا بالفعل القضايا وحقوق الناس المنتهكه. ولكن ما هي حيثية هذين، يعني ما هي الحيثية القانونية أو يعني الرسمية التي يتمتع بها هذين الشخصين ليتمكنا من دخول مجلس حقوق الإنسان ويعني تقديم وقائع مغايرة لما تقدمه الوزارة أو الجمعيات المدنية الحقوقية؟ أنا أريد أيضا من الإعلام لأنه في نيويورك أيضا كان هناك منظمات مجتمع مدني، ومنظمات مجتمع مدني يعني بالفعل هي تمثل مجتمع مدني، كانت حاضرة وموجودة في نيويورك وقدمت تقرير ضل، ولم الحكومة تتأثر ولم تغضب الحكومة، لأنه إذا كان تقرير موضوعي وتقرير شفاف وتقرير حيادي نحن سنقبل، لأنه نحن أيضا نريد أن نحسن أدائنا ونحسن عملنا بصورة تخدم حقوق الإنسان فعلا. لكن للأسف الشديد ما طرحه الإخوة الذي ادعيا إلى أنهما يمثلا منظمة مجتمع مدني لم يكن يعني موضوعيا، وكانت وجهة نظر أحادية، وهذا أيضا ممكن أن تسألوا منظمات المجتمع المدني هل هذا بالفعل منظمة مجتمع مدني أن يتبنى وجهة نظر أحادية ولا يكون موضوعيا. هناك منظمات ما الذي تقصدينه بأنهم لم يكونوا موضوعيين؟ يعني هل يتهمونكم أنتم في الوزارة أم يقدمون رؤية مغايرة لرؤيتكم عما جرى على الأرض؟ هم يقدمون رؤية مغايرة لوجهة، وهذا ليس مشكلة أن نثرة الاختلاف في الرأي ولا تقديم وجهات نظر مختلفة أو مغايرة، هذه ليست المشكلة بحد ذاتها، لأنه هذا أمر متوقع وأمر مفهوم، ولكن أن يوظفوها توظيف سياسي ونحن في هذا الظرف السياسي نمر يعني بمرحلة حرجة ومرحلة حساسة، ونحن ندفع باتجاه وثاق وطني باتجاه تسوية سياسية، لكن أن يوظفها لتأخذ يعني مجرى آخر وتعطل الوفاق، وتحاول أيضا أن يعني أنا وزيرة حقوق الإنسان قادمة من الساحات
وهم يتحدثون على اني وكاني ورط رئيس الجمهوريه وورط رئيس الحكومه ووزير الداخليه محاوله لشق الحاليين بهذه الطريقه، الى انه انا وكاني اتحدث الى انهما هما الذي ارتكبوا هذه الانتهاكات. هذه الانتهاكات حاصله من قبل وحتى هذه اللحظه تحصل، لكن هل بمعنى هذا ان تتحملها هذه الاطراف التي اشاروا اليها؟ هنا السؤال، ما زالت هناك يعني لماذا نحن نتحدث عن هيكلة الجيش وضرورة إعادة هيكلة الجيش؟ لأنه حتى هذه اللحظة أنا أتصور أنه لا سلطة كاملة يعني من قبل الحكومة أو من قبل رئيس الدولة على كل وحدات الجيش. أنا سأتحدث هذا صراحة. أشكرك حورية مشهور، وزيرة حقوق الإنسان اليمنية.